دعونا نفترض بأنك مهندس مرور وتحاول حساب عدد السيارات التي تمر بنقطة محددة في الشارع لأي نقطة معطاة من الزمن. أنت تريد حساب هذا الاحتمال الذي يحتوي على مئات السيارات التي تمر أو الخمسة سيارات التي تمر خلال ساعة معينة. لذا المكان الجيد للبدء هو فقط تعريف المتغير العشوائي والذي يعبر عن الشيء الذي تهتم به. لذلك دعونا نفرض أن عدد السيارات التي تمر في مقدار معين من الوقت، دعونا نفرضها في ساعة. Number of cars that pass in an hour. وهدفك هو حساب التوزيع الاحتمالي لهذا المتغير العشوائي، ثم بمجرد أن تعرف التوزيع الاحتمالي بعدها تستطيع حساب ما هو الاحتمال لمئة سيارة مارة في هذه الساعة. هناك احتمال ألا تمر أي سيارة في هذه الساعة، أنت عندها ستكون غير واقف. الآن فقط للمضي قدما مع هذا الفيديو يوجد افتراضين نحتاج لعملهما. سنذهب إلى دراسة توزيع بويسون، ولدراسته يوجد افتراضين يجب أن نقوم بهما. أنه في أي ساعة عند هذه النقطة في الشارع هي لا تختلف عن أي ساعة أخرى، ونحن نعلم أن هذا تقريبا خاطئ. خلال ساعة الذروة في الوضع الحقيقي ربما سيكون فيها سيارات أكثر من التي في ساعة ذروة أخرى، وأنت تعلم إذا كنت تريد أن تكون أكثر واقعية فربما ستفعل ذلك في النهار، لأنه عند أي فترة من الزمن في النهار أو في الواقع لا ينبغي أن أفعله في النهار، وعلينا أن نفترض أن كل ساعة هي تماما مثل أي ساعة أخرى، وحتى في غضون الساعة فإنه حقيقة لا يوجد تمايز من ثانية واحدة إلى أخرى بدلالة احتمالات وصول السيارات. وهذا هو نوع من تبسيط الفرض الذي من الممكن أن يكون لا ينطبق على حركة المرور، لكنني أستطيع عمل هذا الفرض. ومن ثم الفرض الآخر الذي نحتاجه هو إذا مرت مجموعة من السيارات خلال ساعة واحدة، فإن ذلك لا يعني أن سيارات أقل ستمر لاحقا، أي أنه لا توجد طريقة لمرور عدد من السيارات في فترة واحدة والتي تؤثر أو ترتبط بطريقة أو بأخرى على عدد من السيارات التي ستمر لاحقا. إنها حقيقة مستقلة. بالنظر إلى ذلك يمكننا على الأقل استخدام المهارات التي لدينا لنماذج بعض أنواع التوزيعات. وأول شيء يجب القيام به وأنصح به لأي توزيع هو أننا نستطيع تقدير المتوسط. لذلك دعونا نجلس على الرصيف ونقيس ما هو هذا المتغير خلال مجموعة من الساعات، وبعدها نحسب المعدل لها، وذلك سيكون تقدير جيد للمتوسط الفعلي لهذا المجتمع الإحصائي population، أو لأنه متغير عشوائي فإن القيمة المتوقعة لهذا المتغير العشوائي، دعونا نقول أنك ستفعل ذلك وستحصل على أفضل تقدير للقيمة المتوقعة لهذا المتغير العشوائي. سأستخدم الحرف لمدا. أنت تعلم هذا سيكون 9 سيارات لكل ساعة، ويمكن أن تكون 9.3 سيارة لكل ساعة. كنت جالسا هناك خلال مئات من الساعات وحسبت فقط عدد سيارات كل 100 وأخذت المعدل لهم. لقد قلت في المتوسط يوجد 9.3 سيارة لكل ساعة، وذلك تقدير جيد، وهذا ما هو موجود لدينا هنا. دعونا نرى ما الذي يمكننا فعله. نحن نعرف توزيع ذو الحدين. إن توزيع ذو الحدين يخبرنا بأن القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي يساوي عدد المحاولات التي يتكون منها المتغير العشوائي. وفي الفيديوهات السابقة أحصينا عدد الرؤوس في رمية قطعة النقد، وهذا سيكون عدد رميات العملة النقدية ضرب احتمال نجاحها عبر كل رمية. إذن هذا هو الشيء الذي فعلناه مع توزيع ذو الحدين. لذلك يمكننا تصميم نموذج حالة المرور لدينا بشكل مشابه. هذا هو عدد السيارات التي تمر خلال ساعة. ربما نستطيع أن نقول لمدة من السيارات لكل ساعة
تساوي، حسنا، دعونا نجعل كل تجربة تساوي ما إذا كانت السيارة تمر في دقيقة معينة، لذلك يوجد 60 دقيقة لكل ساعة، إذا يوجد 60 محاولة، هناك 60 محاولة، ومن ثم احتمال أن لدينا نجاح في كل من هذه المحاولات. إذا اعتبرنا هذا كتوزيع ذو الحدين سيكون لمدة تقسيم 60 سيارة لكل دقيقة، 60 سيارة لكل دقيقة، وهذا سيكون احتمال، هذا سيكون N، وهذا سيكون الاحتمال. إذا قلنا أن هذا توزيع ذو الحدين وهذا تقريبا، لن يكون ذلك التقريب السيء. إذا كنت واقعيا بعدها ستقول هذا توزيع ذو الحدين، لذا فإن الاحتمال للمتغير العشوائي يساوي بعض القيم المعطاة مثل كي. أنت تعلم أن احتمال أن 3 سيارات، بالضبط 3 سيارات تمر في الساعة المعطاة، سنكون عند إن، وبذلك فإن إن تساوي 60 فوق كي، وأنت تعلم أن لدينا 3 سيارات درب احتمال النجاح، وبذلك فاحتمال أن السيارات تمر في أي دقيقة سيكون لمدة تقسيم 60 لقوة عدد، قوة عدد النجاحات التي نحتاجها، إذن للقوة كي درب احتمال عدم النجاح أو عدم مرور أي سيارة للقوة N ناقص K. وإذا كان لدينا K من النجاحات فسيكون لدينا 60 ناقص K من الفشل. يوجد هناك 60 ناقص K من الدقائق التي لا تمر فيها أي سيارة، وهذا في الواقع ليس بالتقريب السيء. عندما يكون لديك 60 فترة سوف تقول بأنه توزيع ذو الحدين وسوف تحصل على النتيجة الممكنة، لكن يوجد قضية جوهرية هنا في هذا النموذج الذي هو مثل نموذج توزيع ذو الحدين. ماذا سيحصل إذا مرت أكثر من سيارة في الساعة أو مرت أكثر من سيارة في الدقيقة؟ الطريقة التي لدينا الآن أننا سنسميه نجاح إذا مرت 5 سيارات في الدقيقة، إذن نجاح إذا مرت 5 سيارات في الدقيقة، لذا سوف تقول حسنا أنا فقط أريد أن أكون أكثر تفصيلا، فبدلا من قسمتها على الدقائق لماذا لا نقسمها على الثواني؟ إذن احتمال أن يكون لدينا كي من النجاح بدلا من 60 فترة سأجعلها 3600 فترة. إذن الاحتمال لكي من الثواني الناجحة لدينا 3600 ثانية، 3600 ثانية، وبذلك 3600 فوق كي درب احتمال أن السيارة تمر في أي ثانية معطاة، وهذا هو الرقم المتوقع للسيارات في الساعة مقسوما على عدد الثواني في الساعة، وسيكون لدينا كي من النجاحات. إذن هذه هي للفشل، الاحتمال للفشل سيكون لديك فيه 3600 ناقص كي من الفشل. هذا سيكون تقريب جيد، إنه ليس سيء للغاية، لكن يبقى لديك هذا الوضع عندما تستطيع سيارتين أن تمران خلال نصف ثانية عن بعضهما البعض. ربما أنك شاهدت النمط هنا الآن سوف يصبح مألوف أكثر وأكثر، ونحن فقط سنجعل هذا العدد أكبر وأكبر وأكبر، وإذا فعلت هذا فسوف تنتهي بتوزيع بويسون.
وهذا ممتع حقا، لأنه في كثير من الأحيان يعطيك الناس صيغة توزيع بويسون، وأنت تستطيع فقط تطبيق الأرقام واستخدامه، ولكن من الضروري معرفة أنه فقط توزيع ذو الحدين، وتوزيع ذو الحدين حقيقة يأتي من نوع من المعنى الشائع لإلقاء قطعة النقد، أي أن كل شيء يأتي منه. لكن قبل أن نثبت بأننا أخذنا النهاية، دعوني أغير اللون. وقبل أن نثبت هذا، سوف نأخذ النهاية لهذا العدد هنا، إنه عدد الفترات التي تقترب إلى اللانهاية، وهذا سيصبح توزيع بويسون. أنا سأتأكد بأن لدينا مجموعة من الأدوات الرياضية في حزمتنا. حسنا، أول شيء مسؤول عن هذا ومشابه له. الآن أنا فقط أريد تأكيد هذا، النهاية. النهاية عندما x تؤول إلى ما لا نهاية لواحد زائد a تقسيم x للقوة x تساوي e للقوة a x، آسفة، تساوي e للقوة a. والآن فقط لإثبات هذا، دعونا نقوم ببعض التعويضات. دعونا نفرض أن n تساوي، أو دعوني أفرض أن واحد تقسيم n يساوي a تقسيم x، وبعدها فإن x تساوي n a، x ضرب واحد تساوي n a، وبذلك فإن النهاية عندما x تقترب من اللانهاية إلى ماذا ستقترب؟ a. آسفة، إذا كانت x تؤول إلى اللانهاية فإلى ماذا ستؤول n؟ حسنا، n هي a تقسيم x، وبذلك فإن n أيضا تؤول إلى ما لا نهاية، لذا هذا الشيء سيكون نفس الشيء فقط عند عمل التعويضات في النهاية، عندما n تصل إلى ما لا نهاية لواحد زائد a تقسيم x. لقد عملت التعويضات وكانت واحد تقسيم n، و x بهذا التعويض هي a n أو n a، وهذا سيكون نفس الشيء للنهاية عندما n تؤول إلى ما لا نهاية لواحد زائد واحد تقسيم n للقوة n، وجميع هذه للقوة a، حيث أنه لا توجد n خارج هذا، فنحن فقط سنأخذ النهاية لهذا، وبعدها سنأخذ ذلك للقوة a، وبذلك فإن هذا سيساوي النهاية عندما n تؤول إلى ما لا نهاية لواحد زائد واحد تقسيم n للقوة n، وكل ذلك للقوة a. إن هذا هو تعريفنا أو إحدى الطرق التي حصلنا فيها على e، وأنت سوف تشاهد هذا الفيديو بمتعة كبيرة. هذه هي كيفية الحصول على اي، وإذا كنت تحاول عملها بالآلة الحاسبة فعليك أن تأخذ ان أكبر وأكبر هنا، وستحصل على اي، وهذا الجزء الداخلي يساوي اي، ونحن رفعناه للقوة a، وبذلك فهو يساوي اي قوة a. لذا ولحسن الحظ فأنت ستقتنع بأن هذه النهاية تساوي اي للقوة a. في الواقع سأقوم بالإثبات في الفيديو القادم. الأداة الأخرى هي استخدام x مضروب تقسيم x ناقص k مضروب، وتساوي x ضرب x ناقص واحد ضرب x ناقص اثنين، وجميعها ضرب x ناقص k زائد واحد. ونحن فعلنا هذا عدة مرات، ولكن هذا أكثر تعقيدا في كتابته. أنت تعلم أن هذه بالضبط عبارة عن k هنا، واحد اثنين ثلاثة، أول عبارة وثاني عبارة وثالث عبارة، هكذا على طول الطريق. إنها العبارات التي عددها k، وهذا مهم في اشتقاقنا لتوزيع بويسون. وفقط لعمل هذا للأعداد الحقيقية، إذا كان لدينا 7 مضروب تقسيم 7 ناقص 2 مضروب، فإن هذا يساوي 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 تقسيم 2، آسفة،
7 ناقص 2 يساوي 5، إذا تقسيم 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 هذه تلغى، وسيبقى لديك 7 ضرب 6، هذا هو 7، ومن ثم الأخير هو 7 ناقص 2 زائد 1 والذي يساوي 6. إذن في هذا المثال كي كانت 2 وأنت لديك بالضبط عبارتين، لذا هذين الشيئين الآن جاهزين لاشتقاق توزيع بويسون، وسوف أقوم بهذا في الفيديو القادم. إلى اللقاء.